ستيشن 1 باروتيد جلاند الحدود الان اللي هي الريمس اوف مانديبول. هذه المانديبول هذه الريمس حقتها اللفه. الماستويد بروسس. ماستويد بروسس تجيك من ورا في العظمه، عظمه الماستويد طالعه من طرف التمبرال. طيب ستيرنو ماستويد ماسلز. ستيرنو ماستويد ماسلز اللي هي واضحه هنا اكثر اللي هي هذه المسل الكبيره. زيجوماتيك ارش. عظمه زيجوماتيك تجي فوقها زيجوماتيك ارش. تحت وامام الاذن. خلف امام الاذن تجيك هنا، يمكن هنا واضحه عشان خلف امام الاذن. هذه هي باروتيد جلاند. باروتيد فيشيا. الباروتيد فيشيا ما هي واضحه، مستحيل تجيك، بس تجيك فيشيا وتحيط بالجلاند من الجهتين وتنتهي في اسفل الزيجماتيك. سفينو مانديبولار ليجمنت. سفينو مانديبولار ليجمنت ما هي واضحه، ولكن تجيك السفينويد بوين والمانديبولار بوينت بون ترتبط بينها من داخل. وجه شيب اللي هي هذه تجيك شكلها وجه يعني مضغوطه او محشوره. الدكت. الدكت هذه الدكت حقت باروت الدكت تجيك فوق الماستريت ماسلز وتخترق ال ايش اسمها الباكسينيتر ماسلز لين توصل عند السكند مولار اوف ذا تيث.